تحالف 2 من اليونكو، 9000 شخص ضد 16000 من الوحوش، هزيمة الأغماد التسعة من كايدو، هزيمة لوفي من كايدو ورميه في البحر، إعلان المنتصر في معركة السطح، خوف وقلق وتذبذبات في صفوف الساموراي، دفاع كيمون بحياته عن مومونوسكي، رسالة من لوفي على لسان مومونوسكي إنه راجع من جديد لهزيمة كايدو، روح الأمل تعود من جديد في الساموراي. أهلا بكم في الأرك اللي بقاله 3 سنين شغال، أهلا بكم في أرك القوة والاستعراض، أهلا بكم في أرك الجيرو 5. 27 هارت بيت. ما تنساش قبل ما نبدأ الاشتراك واللايك وانك تصلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. بعد ما عرفنا ان خلاص جزيرة انغوشيما دخلت على حدود وانو وان فضل الله 15 دقيقة وتنزل في عاصمة الزهور عشان تكون المركز الرئيسي لقراصنة الوحوش، وكمان انقذت شوبر من الموت وتدخل سانجي اللي كانت حاجة فوق الجمدان، وكمان كايدو قضى على كيمون ومتجه يمة مومونوسكي عشان يقتله ويوقف الحرب دي. بنشوف مومونوسكي هو قلقان من المرعب اللي واقف قدامهم وبيقول له حضر نفسك يا حمادة عشان هتموت دلوقتي. بيجمع شجاعته وبيسأله فين كيمون. كيمون ده كان شخص فاشل ملوش عازة، اتخلصت منه في لمح البصر. شنوبي بتسمع الكلام ده وبتاخد مومونوسكي وبتجري بيه، وكايدو في كمية العظمة والإثارة وماشي ببطء اكنه بيقول لهم اجروا، لكن مهما هتجروا برضه هوصل لكم. بيوصل لمومونوسكي فعلا وبيديهم هجوم واحد بيطيرهم بره القلعة كلهم، بيعدلوا نفسهم من تاني وبيتهاجم شنوبي عليه بأسلحة النينجا بتاعتها. انت بتعملي ايه ياما مع ده؟ بيبص لها كده بنظرات استحقار وعاوز يقول لها روحي يا بنت العبي بعيد، لكن بيكلم مومونوسكي وبيقول له انت لازم تموت دلوقتي لأن انك القائد العام للساموراي ولو قتلتك هنا كل حاجه هتنتهي. مومونوسكي مرعوب هو وشنوبي ومش لاقيين مهرب ليهم. كايدو بيرعبهم اكتر وبيقول لهم انا هقتلكم دلوقتي وكمان هرميكم في البحر زي ما رميت قبعه القش اللي كنت معلقين املكم عليه، لكن مومونوسكي الشجاعه بتاخده وبيقول له مش لوفي بس هو الامل، احنا هنهزمكم كلكم وهنحرر بلد وانو كمان. كفايه يا مومونوسكي والله. لكن كلماته بتغضب كايدو جامد وبيقول له عند امك يلا، بيفعل الهاك بتاعه وبيديهم ضربه واحده بس وبيرميهم من بره القلعه ونازلين للبحر، وبيكون ضفدع التجسس بتاع باو وكان موجود هناك ولحق نفسه قبل ما يقع معاهم، وبتشوف ان مومونوسكي اتهزم من كايدو ورماه في البحر. بيقول لها راس الحمار ده اننا لو عرفنا الساموراي ان قائدهم اتهزم فهيقاسوا ومش هيعرفوا يقاتلوا تاني. اول مره اشوف حمار بيفكر صح، مع احترامي للحمير طبعا. في نفس اللحظه بقى كان اوسب ونامي واوتاما متجهين يم طابق العرض عشان اتباع اوتاما اللي اكلوا الدنغو بتاعها اكتريتهم هناك، وطبعا اول ما يسمعوا صوتها قدرتها تشتغل عليهم وهينضموا ليهم. وهم ماشيين بتلاحظ نامي ان عصايه الطقس بتاعتها بتتكلم، الدهشه بتاخدهم ومش عارفين هي بتتكلم ازاي دي. في نفس الوقت بنشوف البيجمام وكيد وهم واقفين ضد بعض، بتقول البيجمام انهم ينسوا تماما فكره ان قبعه القش ده يهزم كايدو. بيرد عليها كيد وبيقول لها لا لا ما تقلقيش انت بس وركزي عليا انا، فكده كده عصركم هينتهي هنا وعصري انا اللي هيبدا دلوقتي. بتضحك البيجمام وبتقول له ده في احلامك ان شاء الله، وكمان بيحضر له وبيقفوا ضد البيجمام هم الاثنين. الثنائي الجبار قد وصل يا صديقي، وشكلها هتولع مع البيجمام. وفي اليمه الثانيه لوفي نازل لقاع البحر ومش عارفين هيطلع ازاي، وفي عاصمه الزهور الناس مولعين الانوار وبيحتفلوا بمهرجان النار بتاع السنه دي، وكله بيكون سعيد وفرحان ومش واخدين بالهم من الكارثه اللي جايه عليهم. وداخل القلعه بنشوف وكاله المخابرات الاقوى في العالم مجموعه السايفر بول قاعدين بيحللوا المعركه من اول ما بدات، واول ما بدات كانت 30000 من الوحوش ضد 5000 من الساموراي، وبعد قتال طويل اتقلص العدد وبقى 24000 من الوحوش ضد 3000 من الساموراي، وفي 4000 من اتباع كوين اللي انقلبوا عليه وانضموا للساموراي، وبكده يكون العدد 20000 من الوحوش ضد 7000 من الساموراي واتباعهم. وفي اثناء الوقت ده بقى لسه اوسب ونامي بيجروا هما كمان، وبنشوف ان عصايه نامي بتتكلم وبيطلع ان ده زيوس، بس هما مش فاهمين ازاي حصل كده. بنشوف لحظه زيوس لما هجم على البيج مام والبيج مام مسكته وطلعت روحه بره السحابه بتاعته عشان تاكله هيلا، وفي نفس اللحظه كانت نامي طلعت رعد من العصايه بتاعتها عشان تاكلها لزيوس عشان يقدر يستعيد قوته ويهرب من هناك، لكن هيلا بسرعه عدته وروحه نطت جوه عصايه نامي، وبكده هو عايش في العصايه بتاعتها او بالاحرى عصايه تاكسي نامي هي بقى جسده دلوقتي، وبقى هو بيتحكم فيها زي ما هو عاوز. وهم ماشيين بيلاقي باوس في وشهم هي والحمار ده، ولسه هتعلن ان مومونوسكي اتهزم بتلاقي اوسب ونامي واقفين وراها، وكمان بنشوف نصيبه كبيره جايه بتجري عليهم، وبتطلع ان دي اولت يا جماعه، وبسرعه جامده منها بتروح تدي روسيه الدماغ لاوسب بتفرتك له دماغه، وبتاخد منه اوتاما وبتمسكها في ايديها، وبتقول لها انها مش مصدقه ان طفله زي دي اتلعبت بالبيج مام وخلتها تهاجم عليها، وفجاه وهي واقفه نامي بتهاجم عليها، وبنشوف ان عصايه التاكسي بتاعتها اتحولت لسلاح جامد جدا، بس مش عارف السواد اللي عليها ده هاكي بقى ولا شكل زيوس لما بيتغير. بيقول لها زيوس انها تستعمل عصايه التاكسي بتاعتها زي ما كانت بتعمل الاول وهو هيدعمها في الهجوم ويزيد من قوتها، لكن نامي بترفض انها تهاجم تاني عشان اوتاما ما تتاذيش من هجومها، لحد ما بيقف البطل بتاعنا وبيهاجم عليها بشجره او بنبته عملاقه وبيبعدها عن اوتاما، وبتجري نامي عليها عشان تهاجم عليها. وفي اللحظه دي بقى بنشوف قلعه انغوشيما وهي متجهه يم عاصمه الزهور، وخلاص فاضل لها دقايق وتوصل لهناك، وتحت البحر بنشوف طاقم لو ومعاهم السفينه بتاعتهم، وهم بيقولوا انهم سامعين صوت بس مش عارفين ده جاي منين، لحد
ما بيفضل يدوروا على الصوت ده جاي منين، وبيلاقي انه ده كبات الكاش لوفي، وبيروح عليه بسرعه عشان ينقذوه. وفي اليمه الثانيه بنشوف ياماتو قدرت اخيرا تخرج بره القلعه عشان تدور على مومونوسكي، لكن بتشوف سحابه التنين بتاعت ابوها وبتجري يمتها، وبتلاقي كايدو واقف هناك بتبص له من فوق وبتنادي عليه، لكن كايدو بيبص لها من تحت وبيقول لها لا ناديني بابي يا ياماتو. طيب دقيقه بس عشان نبقى فاهمين حاجه، كايدو هو الوحيد المعتقد ان ياماتو ولد مش بنت، معرفش ليه بس اكيد اودا مش هيخليه يقول كده وخلاص، وان اكيد في حاجه هتظهر في المستقبل للكلام ده. المهم بترد عليه وبتقول له لا انسى ده انا جايه دلوقتي عشان اتبرأ منك. وفي اليمه الثانيه اتباع لو بياخدوا لوفي على ظهر الغواصه وبيبداوا يطلعوه فوق السطح وبينقذوه من البحر اخيرا، لكن بيكون شارب ميه كتيره لحد ما بيطير عليه العملاق ده وبيقعد على بطنه عشان يخرج الميه من جسمه. ومومونوسكي وشينوبي هم كمان طايرين في الجو وخلاص على وشك السقوط في البحر، لحد ما شينوبي بتقدر تعمل الطياره بتاعتها وبيطيروا بيها لحد ما بيوصلوا لبلد وانو. وبنشوف مومونوسكي وهو بيكون حزين جدا على كيمون وكيكيو. نرجع بقى لنامي وهي بتهاجم على اوليتي بالعصايه بتاعتها وبتطلع كور الرعد منها، لكن وفجاه كوره الرعد بتاعتها بتتحول لزيوس وبيرجع على شكل الغيمه بتاعته الرعديه من جديد. ونامي بتستخدم رعد من العصايه بتاعتها عشان تزيد من قوه زيوس، وبيروح زيوس يهاجم على اوليتي بهجوم جبار جدا بيخلي اوليتي تصرخ من الالم، وكل واقف وشايفين اوليتي وهي عماله تصرخ من الالم. عظم على عظمه يا زيوس وربنا، واخيرا تمت هزيمه اوليتي. وبتعرف بقى كل الموجودين ان اوليتي وبيجوان اتهزموا هزيمه ساحقه. الكل طبعا بيكون مستغرب ازاي اتنين من التوب وربق بيتهزموا كده، ولكن عمنا اوسب بيفوقها من صدمتها وبيهاجم عليها بوحشه او بنبته عملاقه من بتوعه، وبتمسكها النبته دي ببقها وبيقول له اتمنى ان البنت دي عامله زي جهاز الارسال كده، ايه رايك تتكلمي فيه واكيد كل اتباعك هيسمعوكي من هنا. وفعلا اوتاما بتروح كده عشان تجرب، واول كلمه بتقولها انا اوتاما، الكل بيسمعها وبيبص لها وواقفين انتباه ليها. الله عليك يا بنتي وربنا. وها حانت وقت انقلاب المعركه، كوين واقف تحت ومستغرب بيقول هي مين دي وفين باو، وبصرخه واحده منه على اوتاما بيخضها وبيطيرها على الارض. وفي اليمه الثانيه اتباع هوز بيضربوا نار على جيمبي وبيقدروا يجرحوه هم وهوز، بيضحك هوز وبيقول ان هو ملهوش خروج من هنا بسبب عددهم يعني، لكن جيمبي بيعرفه ان هم كانوا جايين وعارفين انهم 5000 شخص ضد 30000 شخص، فاكيد رجالتك هتكون اكتر مننا، وان مش القتال هيبقى راجل لراجل اكيد يعني، ولكن من الواجب انهم ما يخلوش الضباط بتاعتهم يعملوا اي حاجه هم عاوزينهم والا هيخسروا ناس كتيره في المعركه دي. وفي اليمه الثانيه برضو فرانكي واقف ضد ساساكي واحد من التوب روبو وبيكون معاه اتباعه وعاملين زي فرقه المدرعه كده، ونوريشي واقع على الارض قدام جاك واتباعه هم كمان. المعركه فوق الجمدان، كل واحد منهم قدام خصمه قوي جدا ومش عارفين هيتغلبوا عليهم ازاي دول، وكمان بيجي شويه من الموهوبين اللي اكلين فواكه السمايل وبيضربوا في الناس المنضمه للساموراي. واوسب ونامي بيقدروا يوقفوا اوتاما من جديد عشان تكلم كل اتباعها. بتتحرك اوتاما وبتفتكر ذكرياتها مع لوفي لما قال لها ان هو هينتصر على كايدو بكل تاكيد، وبتبص قدامها بتلاقي طاقم قبعه القش كله بيقاتل خصومه وواقفين وقفه رجاله مع الساموراي، زورو، اتشبر، بروك، روبين، فرانكي، لوفي، وكلهم واقفين جنبا الى جنب بعض. بتتشجع اوتاما وبتقول انها لازم تساعد اخوها لوفي. بيشوفها كوين وبيأمر رجالته انهم يروحوا يقتلوها حالا. اوتاما بتلحق نفسها وبتتكلم في باو لكل اللي اكل فاكهه الدونغي بتاعتها انهم يساعدوا اخوها لوفي والساموراي وانهم يحاربوا معاهم ضد كايدو ويتغلبوا عليه، وكل اللي اكل الدونغي بتاعها التاثير بيشتغل عليها وبيبداوا يهاجموا على اتباع كايدو. المعركه بتنقلب 180 درجه والدنيا بتبقى خراب على الاخر. وعلى سطح قلعه الغشيمه ياماتو لسه بتنادي على ابوها، ومن شده غضب كايدو على بنته بيتحول لتنين وبيطلع لها فوق. بيقول لها كايدو الاشخاص اللي كنت واثقه انهم هيهزموني دلوقتي اديهم هم انا هزمتهم لك. بتعرفوا ياماتو انهم ما تهزموش ولا حاجه وانهم هيرجعوا تاني من جديد. الكلام طويل بين الاب وبنته على بلد وانو لحد ما ياماتو بتقول له انها جت هنا عشان تهزمه وتطرده من بلد وانو، لكن كايدو بيطير في السماء وبيعمل اعصار جامد عليها، اعصار محمل بطاقه رعديه خطيره الكلام. الاعصار بيختفي وبيظهر لها كايدو بالذات نفسه وبيقول لها تطردي مني يا بنت، يلا بتمشي مننا بدل ما اديك بالرجل، بلد وانو دي منطقتي ومحدش هيعرف يخرجني منها. بتقول له انها عارفه انها مش هتعرف تهزمه، لكن هحاول اشغلك شويه لحد ما لوفي يجي من جديد ويخلص عليك. الاثنين بيقفوا وبيستعدوا وبيجهزوا الهاكي بتاعهم باقصى حدوده من القوه، وبيدوا لبعض ضربه قويه جدا بيفرتكوا الدنيا حرفيا من جنبيهم. الله على الجمدان ده وربنا. وفي اليمه الثانيه بنشوف اتباعه تم عاملين شغل فوق الجمدان، بيهاجموا من هنا ومن هنا على اتباع كايدو وبيهزموا فيهم حرفيا، ومجموعه السي بي قاعدين زي المواكيس عمالين يحللوا في المعارك وخلاص. وتم عامله الشغل فاخر جامد جدا وكل شويه عماله تنادي على اتباعها، واتباعها عمالين يزيدوا وبيهاجموا عليهم. الساموراي وكله بيكونوا فرحانين من اللي اوتاما عملته. المعركه انقلبت 190 درجه على اتباع كايدو. كوين بيفهم ان البنت دي عملت حاجه وبيروح هو يهاجم عليها، لكن قبل ما يضرب على اوتاما كان سانجي طاير في الجو وبيديله فوق دماغه. الهجوم بينفجر في بقه
بيزعله. كوين بيقف وبيقول له وحيات امك ما هسيبك، لكن سانجي بيبص له بيقول له ده عند امك يلا ان شاء الله. لكن وفجاه بنشوف كوين وهو بيتحول للشكل الهجين بتاعه وبيقف على رجليه وايديه بتتحول لايدين اليه، وده غير اعضائه التانيين اللي عمالين يتحولوا الواحد ورا الثاني. بنعرف ان كوين سايبرغ وكان واحد من العلماء اللي كانوا شغالين مع ابو سانجي وكان مسميين نفسهم علماء المدز، لكن سانجي ما بيهتمش باللي هو بيقوله وبيروح يسال تشوبر هو حاله زوره عامله ايه، لكن بيلاقي تشوبر بيتكلم بالعافيه واتقلص كده وعمل زي شبه القطط المولدين، لكن بيطلع ان ده تاثير جانبي من مده تحوله الاخير. بيغفل كوين سانجي وبيهاجم عليه، لكن سانجي بسرعه جامده بيتفاداه وبيطير في الجو. ده احنا جامدين يا نجم. تعالوا بقى نشوف عمنا زورو. زورو عنده 20 من 30 عظمه متكسره في جسمه ومتدشمل على الاخر وشكله كده مش هيعرف يقاتل تاني، لكن زورو بيصحى وبيعرفهم ان هو مش عاوز يسمع الكلام ده وانه عاوزهم يعالجوه بسرعه عشان يعرف يقاتل من جديد. طيب يا عم زورو ما احنا هنعمل لك ايه طيب؟ لكن بتشوف الطبيب ده واللي بالمناسبه اسمه ميغي بيقول لهم بصوا بقى في علاج ممكن يشفي زورو ويرجعه زي الاول من تاني، والعلاج ده كان بيتورث من جيل لجيل في جزيره زو، لكن العلاج ده بيشتغل لمده قصيره جدا وبعد ما بيخلص مفعوله بالكامل هيزيد عليه الالم اضعاف اضعاف. بيقف تشوبر كده ومحتار يديله العلاج ولا لا، لكن زورو يا جماعه بيسمعهم وبيصحوا وبيقول لهم من غير تفكير كتير احقنوني بيه وبعدين نشوف حكايه الالم ده. اوتاما واوس بيجروا من جنود كايدو اللي بيكونوا عاوزين يقتلوهم، لكن وفجاه بنشوف العقرب ده بيجي بسرعه جامده جدا وبيضرب الثلاثه دول بالسم بتاعه، وكمان بتيجي سبيدو وبيتركب اوتاما ونامي على ظهرها عشان تاخدهم لمكان امن. تعالوا بقى نشوف معركه جيمبي هوز. المعركه دي تتعد واحده من اقوى المعارك، وده عشان انا شفتها في الكوميكس كامله، ولو عايزين تشوفوها انتوا كمان روحوا بسرعه مستنين ايه، الفيديو هنا هتلاقيه على القناه. الاتنين بيقفوا ضد بعض ومستعدين للي يبدا الاول، وفجاه هوز بيطلع السيف من الغمد بتاعه واللي بيكون قصير جدا، لكن بيلوح بيه بسرعه جامده جدا وبيخرج منه انصال قويه. الهجوم متجه يم جيمبي خلاص هيجي فيه، لكن جيمبي بيستخدم فن الكاراتيه بتاعه وبيبعد الانصال عنه وكمان بيهاجم على هوز عشان نجم والله. بيطير هوز في السماء وبيديله واحده ريجكت من بتاعه السي بي. ايه ده بقى، ده شكله الموضوع كبير يا معلم. لكن جيمبي بيصدها بالهاك بتاعه وبيقول ايه ده، هو مش ده اسلوب عملاء السي بي؟ ازاي بيستخدمه؟ بيفتكر جيمبي حاجات من الماضي كده وبيقولوا انه سمع مره الشخص من السي بي كان محبوس وقدر يهرب من السجن، اكيد انت هو الشخص ده صحيح؟ بيقول له اهدى ومن غير تفكير كتير انا هو يا عم. بس من الغريبه انك لسه فاكر حاجه زي دي هي جيمبي. وبيستخدم هوز قوه الوحش بتاعته اللي بتكون عباره عن كت. مش بقول لكم المعركه هتكون جامده؟ بيساله جيمبي انت شفتني ازاي؟ هل احنا اتقابلنا قبل كده؟ بيقول له لا انا شفتك مره وانت في منصب تشيتشيبوكاي وانا كنت في مجموعه السي بي حاليا، لكن بسبب غلطه واحده من 13 سنه اتحبست وتعذبت اشد التعذيب. بيهاجم هوز على جيمبي بانياب الوحش بتاعه وبنشوف ان هجومه خطير جدا وما يستهانش بيه. بيقول له جيمبي طب انا مالي يا معلم سواء عذبوك ولا ما عذبكش؟ بيقول له لا اهدى بس واسمع، انت قلت بكل فخر انك من طاقم قبعه القش. بيقول له ايوه صحيح اهو شفت بقى، او بسبب قبعه القش ده انا اتعذبت بسببه من 13 سنه. هو ايه الموضوع بالظبط؟ بنعرف بقى من 13 سنه تحديدا هوز الحكومه كلفته انه ينقل فاكهه شيطان في مكان ما، لكن في قرصان هجم عليه وسرقها منه، والفاكهه دي كانت فاكهه المطاط بتاعت لوفي عشان كده بيحقد على لوفي وعلى الطاقم بتاعه، وكمان عشان لوفي هو اللي اكل فاكهه المطاط. أسئلة كتيرة وأجوبة عايزين إجابات، ومين هو القرصان اللي سرقها من هوز ده؟ أسرار كتيرة هيتم الكشف عنها في الحلقة الجاية. ولحد هنا بقى الحلقات خلصت، ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان ده بيشجعنا إننا نكمل في الفيديوهات اللي زي دي، وما تنساش إنك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام.